الجيم، الواحد يصحى الصباح أجل يكسر الدنيا لعشاق الفلل والإطلالات الساحرة. اليوم عرضنا مميز، فيلا في منطقة أكشبات، فيلا مميزة وإطلالة ساحرة. تفاصيل الفيلا اشرح لكم الان. زي ما انتم شايفين الحديقه موجود فيه اشجار مختلفه بالاضافه الى النباتات والنجيله، وايضا مدخل الفيلا من هنا. الدائر مدار الفيلا عند الحديقه بالاضافه الى جدران الفيلا مزوده، انه صاحبها مسويها بحجر طبيعي درجه اولى. الفيلا مساحتها كارض 550 بالاضافه الى انه ثلاث طوابق، كل دور 160 متر مربع، البدروم 70 متر مربع، يصير اجمالي مساحة الفيلا 550 والفلل بكل طوابق 550. بالاضافة الى انه الشيء المميز في الحديقة الخارجية الرش للنباتات يكون اوتوماتيكيا بخزان موجود تحت الفيلا، اوتوماتيكيا يشتغل ويدينا الرش والري للمزروعات. نشوف تفاصيل الحديقة. زي ما قلت لكم عندنا الحديقة الجانبية من هنا، وفي جراج أيضا يخدم الفيلا. عندنا الساحة الأمامية زي ما شايفين، ساحة إطلالتها على الطبيعة وأيضا على البحر، إطلالة بانورامية، شيء مميز وفاخر، وأيضا حاجة مميزة أيضا أنهم حاطين هنا قاعدة حلوة، طاولة سفرة نقدر نفطر على إطلالة البحر. الوجهة الأمامية زي ما قلت لكم من هنا، الوجهة الجانبية منطقة مزروعة، وعندنا دائر مدار الفيلا موجود عندنا، حديقة مزروعة بالإضافة إلى النباتات، يعني فيلا مميزة وإطلالة رائعة. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الفيلا من الداخل، تفضلوا معنا. وصلنا جماعة الخير مدخل الفيلا. المدخل الرئيسي للفيلا من هنا. يسارنا على طول عندنا نزول للمستودع الرئيسي أو البدروم، مخزن نقدر نحط فيه الأغراض الزايدة تبعنا. الدرج المؤدي إلى الدور الثاني من هنا. حاجة مميزة إنه الدرج والدروبزين خشب نوعية جيدة، خشب زان. بالإضافة إلى ذلك نشرح لكم تفاصيل كاملة عن الدور هذا. المساحة الكاملة للفيلا 550 وكل دور 160 160 160، يعني مساحة الثلاث أدوار 550. نشرح لكم الدور هذا كاملا ثم نطلع نكمل تفاصيل فوق. يسارنا على طول عندنا مستودع صغير نقدر نستخدمه كغرفة مخزن مثلا، المخزن الإضافي تحت الرئيسي قصدي، وهذا المخزن الإضافي. عندنا دواليب خاصة بالأحذية والعبايات زي ما تشايفين، برضو خشب جيد ونوعية ممتازة. وعندنا دورة المياه اللي يخدم الدور هذا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله المواد المستخدمة في المراحيض بالإضافة إلى الأدوات الصحية، شيء فاخر، شيء جميل وراقي. نتوجه إلى الصالة، شوف مع بعض
الصالة. إيش رأيكم في المساحة الكبيرة هذه؟ مساحة شاسعة وكبيرة ما شاء الله تبارك الله، والأرضيات سيراميك نوعية فاخرة. شوفوا الواجهة اللي حاطين فيها التلفزيون، إنارات ليد مخفية، سبوت لايتات، يعني شيء لاكشري، شيء فاخر جدا جميل. حاطين هنا كنبة حلوة على شكل ال، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، كنبة راقية وجميلة ونوعية ممتازة. بالإضافة إلى عندنا إطلالة من الجنب وإطلالة أمامية، واجهة زجاجية بالكامل، شيء مميز. يعني الواحد يوم يوصف كمان ممكن يعطيه شيء أقل من حجمه. وفي حاجة إضافية كمان، أنه الشبك هذا تابع للواجهات، أنه حامي للنامس وللذباب. نتوجه من الصالة نشوف إيش اللي موجود هنا بجوار الصالة، غرفة السفرة. شوف الطقم ما شاء الله تبارك الله، الطقم 12 شخص. شوف الديكورات الجميلة اللي حاطينها في غرفة السفرة، بالإضافة إلى مخرج من جهة السفرة للساحة الخارجية، والساحة الخارجية أيضا كمان حاطين اللي هو الشبك هذا، إطلالتها جميلة رائعة. وهذا شرحناه في بداية الفيديو، الساحة الخارجية للفيلا. نشوف مع بعض بجوار غرفة السفرة، نشوف المطبخ. شوف المطبخ كمساحة، كدواليب، كالمواد المستخدمة، شيء رائع وراقي. شوف الأجهزة المستخدمينها، يعني عندنا فرن كهربائي بالإضافة إلى دواليب راقية جدا، كلها نوعياتها جيدة وهيدروليك، شيء فاخر، شيء فاخر فعلا. واجهة المطبخ أيضا إطلالة على البحر. جميع النوافذ حاطين فيها اللي هو الشبك النامس. نطلع من المطبخ. كده شرحنا لكم تفاصيل كاملة، جينا من مدخل الفيلا واخذنا اللي هو الكوريدور هذا، شفنا التفاصيل الكاملة اللي هو المخزن بالإضافة إلى دورة المياه والصالة، ومن ثم أخذنا لفة كاملة وجينا على غرفة السفرة وبعدين المطبخ. كذا غلقنا الدور هذا، مساحته 160، وشفنا تفاصيله كاملة. نطلع مع بعض نشوف الدور الثاني إيش اللي موجود فيه. تفضلوا معنا. وصلنا للدور الثاني. زي ما قلنا لكم انه في كل دور مساحة الدور 160 متر مربع، الدور الاول شرحناه، دحين طلعنا الدور الثاني نشوف ايش اللي موجود. يسارا هنا عندنا غرفة غسيل، حاطين فيه غسالة ونشافة، غرفة غسيل. بجوار غرفة الغسيل عندنا دورة المياه التابعة، او يخدم الدورة هذه تخدم الدور هذا كامل. زي ما انتم ملاحظين في الفيديو انه نظام المروش، نظام جاكوزي، نوعية فاخرة، حمام متكامل، وانتم بكرامة، شيء جميل ورائع. حاليا انا موجود في الموزع اللي هو الكوريدور. عندنا دولاب صغير هنا نقدر نستخدمه مثلا كدولاب نحط فيه اغراضنا. نتوجه إلى الغرفة هذه الأولى. الغرفة هذه شوفوا مساحتها، مساحتها كبيرة، يعني نقدر نقول 4 في 5 تقريبا مساحة الغرف. حاطين فيه سرير مزدوج بالإضافة إلى الدولاب والكوميدينات والتسريحة، وموجود فيه دورة مياه خاصة فيها، وإطلالة الغرفة لها إطلالة جانبية، وعندنا أيضا إطلالة من الجهة هذه، إطلالة الطبيعة. نطلع من الغرفة هذه نشوف تفاصيل باقي الغرف. تفضلوا معنا.
طلعنا من الغرفة هذه نشوف تفاصيل باقي الغرف. عندنا مقابل الغرفة هذه عندنا غرفة صغيرة نقدر نحطها كغرفة أولاد، أو حاطين هنا هم غرفة جلوس، حاطين فيه قطعتين من الكنب بالإضافة إلى دولاب صغير وطلالتها أيضا على البحر. بجوار الغرفة الصغيرة هذه عندنا غرفة ثالثة. الغرفة الثالثة هذه أكبر من الغرفة الأولانية اللي صورناها مع بعض اللي موجود في دورة مياه. مساحة الغرف تقريبا نقدر نقول 5 × 6، وموجود فيه تفاصيل غرفة النوم كاملة، سرير مزدوج، تسريحة، كوميدينات، تسريحة كوميدينات بالإضافة إلى التلفزيون والدولاب، وفي مخرج للتراس. نشوف التراس اللي موجود في هذه الغرفة. شوفوا مساحة التراس تقريبا نقدر نقول 1.5 متر، 8 أمتار. واجهة أمامية كلها كاملة بالزجاج، والإطلالة الساحرة هذه لحالها تكفي، ما يحتاج إني أتكلم، الصورة لحالها هي اللي تتكلم. استمتعوا بالإطلالة. شرحنا لكم مع بعض الدور هذا وطلعنا من الغرفة هذه للتراس. وفي غرفة أخيرة، فالبلكونة هذه مشتركة بين الغرفة اللي كنا فيها وغرفة أخيرة هنا. نشوف الغرفة هذه. الغرفة هذه هم حاطينها كغرفة أولاد، برضو سرير مزدوج مع تفاصيل كاملة لغرفة النوم. المواد المستخدمة ما شاء الله تبارك الله خشب نوعية جيدة، الدواليب كانت ولا الغرف النوم، السرير، كل اللي مستخدمينه حاجات خاصة مسوينها بخشب أزان. نطلع مع بعض لفوق. حاليا شرحت لكم الدور هذا ايش اللي موجود فيه. موجود فيه 4 غرف بالإضافة إلى دورة مياه رئيسية ودورة مياه خاصة هناك بغرفة صغيرة بالإضافة إلى غرفة غسيل. نشوف الدور اللي فوق ايش اللي موجود، تفضلوا معنا. وصلنا مع بعض الدور الثالث. لو تلاحظوا الديكورات المستخدمين والحاجات الحلوة والنجفات، شيء جدا حلو، الواحد يشرح ويعني ما يقدر يقول إلا أنه شيء فاخر. يمينا على طول هنا تراس جميل، مساحته تقريبا نقدر نقول 3 × 3 أو 3.5 × 3. وشوفوا القاعدة الحلوة، خشب بامبو خيزران، واجهة كاملة على شكل L وزيادة شوية كمان نقدر نقول على شكل U، واجهة على الطبيعة وعلى البحر وعلى المدينة. البلكونة هذه الواحد يقعد قاعدة حلوة فيها وينبسط، شيء جميل. وتلفزيون LCD موجود، يعني الواحد يقدر يشرب قهوته وينبسط في هذا التراس. نشوف ايش اللي موجود تفاصيل هذا الدور. طلعنا من التراس او البلكونه، بلكونه الدور الثالث، نشوف ايش اللي موجود. عندنا هنا يسارنا على طول دوره المياه التابعه لهذا الدور، دوره مياه متكامله مروش زي ما شرحت أول. المواد المستخدمة، المراحيض، الأدوات الصحية، يعني حاجات راقية وفخمة. تعالوا مع بعض نشوف الجناح، زي ما قلنا مع بعض احنا والشباب الجناح الملكي. شوف الجناح، شوف الشيء الفخم، طقم كنب راقي ودلع وسرير، والواجهة اللي تجنن الواحد يصحى من النوم على هذه الإطلالة، شيء رائع رائع جدا. بالإضافة إلى أن الدور هذا موجود فيه مطبخ صغير، أن الواحد يصحى
يسوي له قهوة، شاهي، يعني حاجات بسيطة كذا، فطور، يعني بهذا الشيء حاطين مطبخ صغير في الدور الثاني. بجوار المطبخ في عندنا الغرفة، هذه غرفة تغيير الملابس. شوفوا مساحتها، مساحة كبيرة، غرفة تغيير الملابس حاطين فيه دواليب خاصة وتسريحة، يعني غرفة خاصة بالملابس وبالمكياج. تعالوا نشوف البلكونة الثانية. البلكونة هذه حاطين فيها جهاز سير بالإضافة إلى دراجة، الواحد ينبسط ويسوي رياضته على هذه الإطلالة الرائعة الجميلة. والإطلالة الرائعة هذه أيضا أن البلكونة زي ما قلت لكم كلها مزودة بالزجاج المتحرك، شيء جميل ورائع. زي ما شرحت لكم أن الدور هذا موجود فيه الغرفة الحلوة هذه، غرفة الملكية زي ما قلت لكم، بالإضافة إلى المطبخ وغرفة تغيير الملابس، وفي بلكونة هنا بالإضافة إلى أنه في حمام يخدم الدور هذا، وتراس في الجهة الجانبية. فمساحة المنطقة هذه أو الدور هذا ككل 160 متر مربع. وهذا كل شيء بالنسبة للفيلا زي ما شرحت لكم، ثلاثة أدوار مساحتها 550 متر مربع، مقسمة على ثلاثة أدوار بالإضافة إلى البدروم. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون الفيلا والإطلالات عجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. الأسعار والتفاصيل موجود في صندوق الوصف. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.